تدين مملكة البحرين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سيموتيريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدودا من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة وتؤكد وزارة الخارجية رفض مملكة البحرين لخطاب التحريض والممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض الجهود والسلام الدولي كما تؤكد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت بدعم الجهود الدولية الرامية لحل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية